عليكم، مرحبا بكم معي في قناة ياسمين عالمي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم مع السنة الأولى متوسط حنديروا تمرين 5 صفحة 57 ونكملوا إن شاء الله 6 و7 و8. نبدأ على بركة الله. قالك في التمرين 5 أنقل وأتمم. 6 في 7 على 6 كم تساوي؟ قلنا كي نكونوا في الضرب ونكون في البسط والمقام نفس العدد نقدروا نختزلوهم. كي يكون عندي 6 في البسط و 6 في المقام هذه تروح، النتيجة هي 7. نروح للعملية الثانية. عندي أي عدد حنضربه في 8 يساوي 13، أو الكسر اللي حنضربه فيه هو 13 على 8. 8 مع 8 تروح وتقعد 13. هنا ال 11 احنا نقدروا نكتبوا 1 في 11 يساوي 11، ولا قالوا لنا كسر نقدروا نديروا 11 على 11 في 11 تساوي 11. هذا كي نختزله، كي نحب نختزل حيقعد لي 11، وكي نحب نحسب 11 على 11 هو 1. دونك النتيجة هي 11. نروحوا للأخيرة. 8 في أي عدد نضربها باش تمد لي 19؟ حنضربها في الكسر اللي هو 19 على 8. قلنا كي يكون في البسط، كي نكونوا في الضرب في الكسور، كي يكون العدد اللي في البسط نفسه في المقام نقدر نختزله. بعدا نكونوا كملنا تمارين 5، نجوزوا لتمارين 6. بالنسبة حاصل القسمة ونصف المستقيم المدرج، بالنسبة للتمارين 6 7 8 أعطي على شكل كسر فاصلة كل من النقط A B و C. معناتها نمدوا فاصلة النقطة A والنقطة B والنقطة C. هنا كنت غلط في الحساب. نبدأ. أنا الوحدة تاعي راهي 3 تدريجات، 1 2 3. هنا راه عطونا 1 1 2 3 2 1 2 3 3. نبدأ بA. عندنا فاصلة كل من النقط A B و C هي A، راهي 1 من هاد التلت تدريجات، راهي الثلث 1 على 3. B هي 1 2 3 4 5. ب هي 5 من 3. راهي 5 من 3، معناتها الكسر 5 على 3 يمثل 5 مرات 1 على 3. ان شاء الله مفهومه. السي قلنا يعني احسن طريقه كي تحسبوا هاد لا فاصون، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني باش ما تغلطوش. سي هي 8 على 3. نجوزو اللي بعده. نفس الشيء للتمارين 7 صفحه 57. درك نمدو فواصل النقاط A و B و C. الوحده تاعنا راهي 2 تدريجات، عندي هنا 1، معناتها هنا 2، هنا 3، هنا 4 الى اخره. A وين راهي؟ راهي في 1 من 2، راهي 1 على 2. B راهي 1 2 3، 3 من 2. C راهي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 من 2. السي تساوي 8 قسمة 2 4، يعني كي نقدر نقسمها نقسمها ما نخليهاش هكذا. نجوزو للأخير. تمرين 8، الوحدة ديالي 1 2 3 4 5 6 7. فاصلة النقطة A هي راهي في الدرجة الأولى، في التدريجة الأولى، 1 من 1 2 3 4 5 6 7. B 1 2 3 3 من 7. C
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية من سبعة. بهذا نكونوا كملنا تمارين تاع نهار اليوم، إن شاء الله تفهموهم. نتلاقاو المرة المقبلة. سلام.